عامل الماتش ده ازاي اصلا بقى وهو عارف ان هو خلاص الحارس الاساسي في الماتش ده وفي نهائي افريقيا؟ دخل الماتش ده ازاي؟ طقوسه كانت عامله ازاي؟ وانتوا تعاملكم معاه كان عامل ازاي؟ لا احنا ما كانش لينا اي تعامل معاه خالص، ولا الكابتن ولا ماما ولا اي حد خالص، ولا انت ولا انا خالص خالص. ما ينفعش اكلمه، ما ينفعش شتته، ما ينفعش اجي جنبه خالص. انت احنا لحد قبل الماتش بيوم مش عارفين مصطفى يلعب ولا لا، في وفي بس مش عارفين برضو، وما ينفعش فينا حد يكلمه برضو. يعني انت لازم تركز انت بقى مع نفسك. انت الحمد لله يعني لعب قبلها كان بروفا ماتشين، كان طلع الجيش وسيراميكا صار بشكل كويس جدا الحمد لله، وكانت اصابه في عينه كمان ماتش طلع الجيش بتاع اسلام محارب دي، وكانت عينه قافله خالص. بس ربنا الحمد لله هو النصيب، يعني ان هو الحمد لله يلعب ويؤدي بشكل جيد، وملعب مليان والجمهور كله بيهتف شوبير شو. انا جسمي اشعر وانا في الاستاد. كنت موجود في الاستاد؟ موجود في الاستاد طبعا، مفيش ماتش الحمد لله مصطفى لعبه غير ما كنت موجود، والحمد لله يعني وش حلو عليه. كان الجمهور كله بيهتف، كله بيهتف شوبير 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 شوبير، طبعا حاجه فخر. البيت عندك كان عامل ازاي وكابتن شوبير كان عامل ازاي؟ اظن ده كان حلم كبير جدا ان هم يشوفوا مصطفى في الموقف ده وفي الوضع ده وهو بيلعب والاستاد متقفل وبيلعب ماتش كبير في نهائي افريقيا والجمهور بيهتف باسمه. لا طبعا اكيد ماما كانت متوتره جدا، بس انا الحمد لله ما كنتش معاهم، انا كنت في الاستاد، هم بقى كانوا في البيت بقى بيتفرجوا مع بعض. بس اكيد طبعا كانوا اكيد طبعا. كان الاسبوع اللي قبل الماتش ده بقى يجي يخش اوضته محدش بيتكلم معاه خالص خالص خالص، مفيش كلام، بنتكلم في كل حاجه، وننزل نتغدى وبتاع، ما بنجيبش شرط الكوره اصلا. زعلته ان هو ما كانش موجود في ماتش العوده وكان من ضمن الناس اللي بره السكور؟ لا طبعا لا طبعا، يعني هو كان الترتيب وقتها كابتن شناوي كابتن علي وبعدين اوف، فساعتها كابتن شناوي رجع وكان جاهز 100% وبرضه ما تعرفش الخير فين الحمد لله. وعلي لطفي برضه رجع ورجع طبعا طبعا 100%، فلا طبعا حاجه ما تزعلش اي حد خالص. في موقف جميل ما بين الشناوي ومصطفى لما لبس الميداليه بتاعته. لا موقف حلو جدا طبعا، ده بيدل على ان العلاقات كويسه، في تنافس جوه الملعب، ده شيء طبيعي وشيء مشروع، لكن بره الملعب زي ما بيقولوا النفسيه صافيه لكل لعيب، وده اهم حاجه في جدا. اللبس اصل هو الشناوي مش مطالب ان هو يعمل حاجه زي كده ولا يديله الميداليه ولا بتاع، لا ده بياخد صغير وبيديله ميداليه وبيفرحه وبيقول له انت جزء من البطوله، فيعني حاجه طبعا تحسب لكابتن الشناوي طبعا.